أهلا بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. خرجت أخبار قبل أيام كانت صادمة وحزينة، وتمنيت ألا تكون هذه الأخبار صحيحة ويتم تكذيبها، ولذلك لم أنشر عن هذا الموضوع. والأخبار كانت إن الطفلة آلين مافي يلدرم ابنة غامزة أرتشل شقيقة هاندا أرتشل مصابة بالسرطان وهي تبلغ من العمر 2.5 سنين، حيث كتبت الصحافة إن آلين مافي التي تبلغ من العمر 2.5 سنين تم نقلها إلى المستشفى بعد ملاحظة إن هناك انتفاخ في بطنها، واتضح إنها مصابة بالسرطان وبدأت بمرحلة العلاج. وبعد هذه الأخبار صرحت غامزة أرتشل عن حالة ابنتها الصحية، وللأسف أكدت ما قيل، حيث كتبت: لأولئك الذين قلقون علينا، نحن بخير ونحاول أن نكون بخير. لقد بدأنا فترة علاج ابنتنا مافي قبل 2 أسبوع. لقد تخطينا صدمتنا ونبذل قصارى جهدنا لكي نتقبل ذلك وتحقيق أقصى استفادة من فترة العلاج. مافي أيضا جيدة جدا. في العادة لم تكن نيتنا بأن نقوم بتصريح كهذا، حيث إنني لم أكن متفاعلة جدا باستثناء مشاركة المحتوى الذي صورناه سابقا، وكان لدينا اتفاق مع الشركات بخصوصه. كانت نيتنا هي الحفاظ على فترة العلاج بأن تكون سر قدر الإمكان، وحتى إننا قمنا بإخبار كبار عائلتنا بأننا نواجه مشكلة صحية بسيطة، ولكن بالرغم من حقيقة إن أشخاص قليلين يعرفون عن هذا الموضوع، بشكل ما هذا الموضوع أصبح حديث الصحافة. حتى الآن قامت جميع الصفحات تقريبا بإزالة الأخبار بناء على طلبنا. كما أود أن أشكر صفحات الأخبار الأخرى التي لم تنشر الخبر أبدا وأظهرت حساسية للموضوع، لأنه كما قلت في البداية نحن كنا نريد تجاوز هذا بأكثر الطرق هدوءا، وبعده نعود مرة أخرى. لسوء الحظ فقدنا السيطرة. شكرا لدعمكم وتفهمكم. نتمنى لمافي الشفاء العاجل ولجميع أطفال العالم. إلى اللقاء.